والآن فكر معي، ما هو موقفك أنت من صليب المسيح؟ بصليب المسيح نلنا غفران الخطايا، وأصبح كل واحد منا ابنا وبنتا للرب. الله يحبك ولا يريدك أن تهلك، بل تكون لك الحياة الأبدية. ومات المسيح على الصليب ليخلصك من الخطايا ولكي تدخل في علاقة جديدة معه. تعال معي الآن واعلن توبتك وصلي معي. ارحمني أنا الخاطئ، سامحني، أنا أقبلك اليوم مخلص لحياتي. إذا أردت مساعدة روحية رجاء اتصل بنا من خلال الأرقام التالية أو تواصل معنا عبر السوشيال ميديا. ربنا يباركك.